السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم أخوكم محمد رمزي في الدرس الثالث من قناة درب الاحتراف. في هذا الدرس نتطرق لموضوع مهم جدا، وهو عدم تعريف الميكروفون أو المايك على الحاسوب. وهذه الطريقة وهذه المشكلة يعاني منه الكثير من الأخوان الذين راسلونا وأصدقاء سألونا عن هذه الطريقة. فأنا اليوم سأضع درسا خصيصا لهذه المشكلة. المشكلة هي بسيطة جدا، لأن بعض الأصدقاء لا يعرفون كيف يتعاملون مع هذا المشكل. المشكل بسيط، الحل ديالو كنجيو أبغيغ هنايا، كنجيو بروبريتي، نأتي إلى فرونت مايك، أوكي بروبريتي، نتأكد عدم وجود أي علامة صح في هذه الأماكن. نأتي الآن إلى أجيستي، نضغط بارامتر أفانسي، كليك هنا. إذا كانت هذه العلامة ظاهرة سوف نزيلها. الآن نخرج، نأتي إلى هنا بروبريتي، نبدل الدرايفر، ندخل هنا انغوجيسترومون دو اوديو، اوفغيغ. نتأكد من أن وجود هذه العلامة، فإذا لم تكن موجودة علينا إظهارها هنا، وسيشتغل المايك بإذن الله. وبهذا ننهي هذا الدرس، وديديكاس إلى جميع جنود هيروشيما.